اعتداء الخالد، تهجمت على العالم التركي وأنا إدمان وبعتذر من الشعب التركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نعتذر للشعب التركي وحكومته على حادث حرق العلم. هذا الشيء كان ردة فعل منه من الأخ على الشيء اللي شاهدناه في ولاية قيصرية. لم نقصد إهانة شعب أو دولة أو أي حد في هذا العمل، والشعب التركي ترابطنا معه نحن رابط الدين والأخوة، وكما نشكر الاستجابة للحكومة التركية لحماية أهلنا اللاجئين. وتواصلت معنا عدة جهات من حكومة الأنقاذ وبين لنا أنه هذا الشيء اللي عملتوه غلط، وهذا الشيء اللي نحن سويناه حرقنا العالم، هذا بضرب المصالح السورية السورية، وأن الشعب التركي يستضيف ملايين وآلاف من اللاجئين السوريين وغيره إلى آخره، وأن الجيش التركي شارك معنا كثير من المعارك وكان واقف إلى جنبنا يعني جنبا بجنب. ونرجع نكرر الاعتذار للحكومة التركية. شكرا.